حياكم الله مشاهدينا. طبعا وصلنا وياكم الى مزاد، مزاد ضرية. طبعا المزاد هذا العام الثالث لهالمزاد الكبير اللي طبعا وصلوه الملاك الابل وشرطية الابل والباعة والمسوقين من انحى واقطار المملكة. طبعا هذا وقت المزادات، وهذا وقت البيع والشراء، وهذا وقت تعزيز المنقيات. المزاد هذا فيه جميع الالوان بتشوفونها، وهناك حاجات وهناك عروض وهناك مخيمات وهناك اسواق قائمه وهناك حركه مستمره للبيع والشراء في كل شيء، حتى المعدات اللي عنده معدات يعرضها، والاعلاف معروضه والحطب معروض، وكل ما كان يحتاجه المسوق ويحتاجه مال كلبه ويحتاجه كله موجود في هالسوق، سوق مزاد ضرية. طبعا المزاد مرتب ترتيب قوي حقيقة، مستلمه رجال عندهم دراية، والعام الثالث هذا وهم ماسكين هالمزاد، ومرتب أفضل ترتيب، ومعروض فيه جميع ما كان يحتاجه الزائر. والموقع طبعا استراتيجي، موقع المزاد استراتيجي. طبعا احنا تونا داخل المزاد ويجهلنا حقيقة وش المربعات اللي فيه، لكن فيه مربعات المحلات التجارية. يا ليت تاخذها يمين يا اي محلات التجارية، يا ليت تاخذها. فيه مربع المحلات التجارية ومستلزمات الابل، وكذلك المسوقين اللي بيعرضون بضايعهم وبيعرضون منتجاتهم في هالسوق. السوق موقعه مميز ومكانه كبير، وفيه ازدحام حقيقة، ازدحام للسيارات وازدحام للعروض وازدحام للباعة وازدحام للابل وازدحام لكل ما كان يطري على البال متواجد في مزاد ضرية. طبعا احنا نبي ندخل بكم اسواق الحراج او اسواق الابل او اسواق الموقع اللي تعرض فيه الابل، ونجهل لان هنا سيدة طويلة الله يستر، بس الناس فيها زحمة قوية، فيه زحمة قوية. ومثل ما تشاهدون، كل أنواع الإبل معروضة في هالمزاد. هذه الوضح. كم عليها يا؟ كم عليها يا ولد؟ كم على القدامية؟ الثنتين عليها 25؟ 27 لهذا. الله الله، موجود؟ لا لا والله ان شاء الله بيجي.
كم على البكال يراعيها؟ على 41 والثانية ما سيمت. المفروضة ما سيمت؟ ما سيمت. وهذه على 41؟ الله. شقحة ولا حمراء؟ شقحة ولا حمراء اللي تابعوها يا ابو الله يحفظ، الله يبارك لك يا ربي. كم على الفرس يراعيها؟ السلام عليكم. 5005. ما شاء الله. عربية ولا؟ كبي. ها؟ واهو. ها؟ واهو. شلون؟ عربية؟ واهو مصر. كيف طبعها؟ طبعها طيب. تمشي مع البل؟ لا والله ما. الله يحفظ. يقول كانها مهجنة. مصرية. شوف كم دقيقة؟ 6 دقائق. أحسنت. كم على هاي رعيها؟ 18. ما شاء الله. وش ولدها، باكر ولا قعود؟ ما شاء الله ما شاء الله. كم على القعود يا رعيه؟ الرحول كم على القحة يراعيها؟ ما شاء الله ما شاء الله. كم على البكار يا رعيهم؟ نسيت ابو الخير الربع. ايش حالكم؟ مساكم بخير. كم على البكار؟ الصبر على 130. ما شاء الله. على 40 واللي دونه عام 34. ما شاء الله، الله يبارك لكم يا ربي. صفرة طيبة. كم على الوضع يا رعيها؟ على 31. وش ولدها؟ ولدها ما على بكر. وش ولدها؟ كم على الخلفة يا رعيها؟ مرحبا مبارك. ابقى مساك الله بخير. كيف الحال؟ ايش حالك؟ الله يحييك. الله يعافيك. مساك بخير. مرحبا ومسهلا. الله يبقيك. كم عليها؟ هذه على 16 طلع. ما شاء الله. ولدها قعود ولا بكره؟ لا قعود. 16 هدية. الله الله. ما شاء الله ما شاء الله. الله يبارك لك. طقل طقل طقل. كرم الله يحفظك. تسلم. جعل ربي يغنيك. مرتبطين الله يحفظك. ترى نتشرف بك. جعلك الشرف لنا. الله يطول عمرك ويسلم. جعل ربي يحفظك.
السيدة مضيت. السيدة مضيقة لو موسعينها شوية كان حلوة. بس بعدين قاعد يوسعونها لنا. كم على الخلفة يراعيها؟ ايش ولدها؟ ما شاء الله ما شاء الله ما شاء الله ما شاء الله ما شاء الله. كم على الخلفه يا رجل؟ على خلفه كم عليها؟ عليها 18. ولدها قعود ولا باكرة؟ على مهلك باكرة ولا قعود؟ لا قعود. الله يبارك لك. وين الثانية؟ هذيك واحدة؟ أربع سيدات؟ ها؟ إذا فيها أربع سيدات، كل سيدة لها مسمى. إيه أنا شايف أنها ضيقة سيدة. حلو حلو ما دام ربع سيدات. لا أشوف ذيك معناها ما شاء الله. السلام عليكم. كم على الناقة؟ عليها 32. ما شاء الله ما شاء الله ما شاء الله. كم وصلت؟ 13. ايوه لقاكم عمال حق لها ها؟ وش؟ تعينتوا؟ كيف خابليناك هنا لي يقولون تسدح وصار فيها شيء في واحد من نقاط أمس مية سنة أمس ما سمعت عجيب أنا ما سمعت شيء ما سأل من عليك ولا اطلع فوق خذ فوق وجه